لعبة دومينو هي اللعبة التي يعشقها المتقاعدون هربا من فراغهم القاتل. إسماعيل محبوب قضى وقتا معهم وعاد بالتالي. هروبا من فراغ التقاعد وفي حديقة الكيتاني بباب الواد، يقضي عمي محمد وأصدقاؤه جل وقتهم في لعبة الدومينو. نريحوا هنايا نلعبوا الدومين، لا دندن، روحوا الجامع قدامنا، العشاء قدامنا، المغرب قدامنا، نقصوا هنا نضحكوا زوج بارتيات ونوض، رحت ريح الخليني معك شو هم الحجاج تاعنا الله يباركك. شوف هدايا هاك قاعد قاعد وما متقاعدين. هيا طيح طيح زيد واحدة طاح في زيد واحدة زيد. الفوز في قوانين الحجر الأبيض يحتاج لمهارات تترجمها التحكم في بعض المفردات التي لا يفقهها إلا عاشقو هذه اللعبة. إيه مغلوق على بنا بلي مغلوق. إيه مغلوق دومين تو تافي نورمال يتغلق دومين. يدور يدور ويتغلق. كان دي فوا لي موكلي ودي فوا يخبط لي ما يفهمش ولا ورجع له حجرته كيقول لي غلق نعطيه الحجره باش يجي يغلق بها اما طون باس لو طون وكي نقول له دوس يزمر لي دوس ولا ما عندوش دوس يخرج الحجر اللي يعطي يجيب هذه بالدوس هاني دومنت ها هاني دومنت هاك شوف لعب سانك على بالو بيلعب دوس عطاني دوس هاني دومنت لعبة الدومينو إذن تجد لها محلا من الوقت الطويل الذي يقضيه المتقاعدون صانعة بعضا من الحيوية في يومياتهم.